تيجي ده واحد من أهم المواضيع في الكونتينيتي. وفي في تفكير كتير من وجهة نظر الاستراتيجي، أنهي عيان هنعمله إيه؟ فده الكلام كتير وهو موضوع مهم كفاية وكومن كفاية. فكده دخلنا في موضوع كبير بنعمله على مرتين. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم على يعني إيه تي جي إيه، وكلام سريع عن الإنسنس بتاعه، إنما أهم الأسوشيشنز الأناتومي الباثوفيسيولوجي، وتكلمنا شوية عن الدياجنوزيس، ومخصصين المرة الجاية كلها للمانجمنت، مين عيان هنعمل له إيه. عيان تي جي إيه ده ممكن يتعمل واحد من 7-8 عمليات مثلا، فنبقى عارفين أنهي عيان هيعمل إيه فيه. طيب خلينا نقول يعني اي تي جي. النهارده لما بنقول تي جي احنا الصراحه قصدنا دي تي جي، ديكسترو ترانسبوزيشن اوف ريد اورتيز. ده ان كونتراست لمرض تاني خالص اسمه ال تي جي، وده مرض مختلف خالص عن اللي احنا ده مش بنقوله النهارده، احنا بنقول مرض غير خالص. طيب ديكسترو يعني مين؟ اوكي، عاده الناس كانوا بيقولوا ديكسترو علشان الاورطة بيبقى انتيرير انما كمان تو ذا رايت، او ديكسترو علشان في دي لوب للفنتركل. الخلاصه ان احنا لما بنقول تي جي اي اللي هو قصدنا دي تي جي اي، احنا قصدنا عيان عنده اي في كونكوردنس في اي ديسكوردنس. يعني هو في الطبيعي الاس بي سي اي بي سي فاتحين في رايت اتريوم، جايين سيستميك فينوس بلد، صح؟ سيستميك فينوس بلد اس بي سي اي بي سي رايت اتريوم رايت فنتركل بالمونري، يروح اللنج، ده طب البيانة الطبيعية، يروح اللنج، دم دي أكسجينيتد، يجيب أكسجين pulmonary veins left atrium left ventricle أورطة وهكذا. أوكي، يبقى دم بيروح systemic veins يروح pulmonary، pulmonary veins تروح systemic، systemic veins تروح pulmonary، pulmonary veins تروح systemic وهكذا. طيب العين بقى عنده حاجة غيرها، عنده SVC IVC فاتحين في right atrium right ventricle. إنما right ventricle ده يروح اورطة. هو دلوقتي احنا جايين دم دي اوكسجينيتد سيستميك فينوس بلود، ترجع تروح تاني دم دي اوكسجينيتد يروح اورطة سيستميك سيركيليشن، في حين ان البالمونري فينز جايبه دم اوكسجينيتد ليفت اتريوم ليفت فنتركل، وترجع تاني تروح اللنج وهي شايله اوريدي دم اوكسجينيتد، ويبقى عندنا اتنين سيركلز. فالخلاصه اللي احنا عايزين نقوله هنا، امتى بنقول على عيان تي جي اي؟ لما بنقول على عيان تي جي او قصدنا دي تي جي، فاحنا قصدين اي في كونكوردنس، يعني رايت اتريوم فتح رايت فنتركل ليفت اتريوم فتح ليفت فنتركل، يبقى اي في كونكوردنس. انما في اي ديسكوردنس فنتريكلو ارتيريال ديسكوردنس، يعني الفنتركل فاتح في الجريت فيسل اللي مش بتاعه الثاني، والرايت فنتركل فاتح في الاورطه، الليفت فنتركل فاتح في الطمط. كويس، بغض النظر بقى عن الريليشن بتاع الجريت فيسل، بغض النظر هو الاورطه يمين ولا شمال، عاده بيبقى يمين بس ينفع يبقى شمال، ينفع يبقى تروبوستيريور، ينفع يبقى اي حاجه. لما بنقول دي تي جي اي فاحنا قصدنا ده، علشان هو ده اللي هيفرق في الفيسيولوجي وفي البرزنتيشن وصحه المانجمنت. اوكي، مفيش فرق ضخم هو الاورطه يمين ولا شمال من وجهه نظر المانجمنت لو كان هو عامل كده. فاتفقنا ان الاورطه عاده بتبقى انتيريور وعاده بتبقى دودرايت، انما مش بالضروره. يبقى احنا عرفنا الديفينيشن اي في كونكوردنس في ديسكوردنس. طيب هو ده مرض مهم، كويس، بيمثل حاجه اب تو 10% من الكونجنتال كارديك مالفورميشن، ده رقم كبير، واحنا بنتكلم على ايذر الموست كومن او السكند موست كومن على حسب الاستديز. السكند موست كومن سيروتيك كونجنتال هارت ديزيز، لو افترضنا ان الفلو هو المسكم فيبقى تي جي اي هو السكند مسكم، فده مرض مشهور. الفلو موست كومن سيروتيك هارت ديزيز انيونيت علشان عاده ان الفلو مش بيجوا مش بريزنت كده، انما لو في ولد عنده اسبوع جاي ازرق عنده حاجه في القلب في الغالب هيطلع كده. الميلز بيبقوا اكتر من الفيميلز بريشو 3-1، وبعدين في تقسيمه شويه للتي جي اي.
فنص العيانين بنقول عليهم سيمبل تي جي لو ده مرض سيمبل يعني. سيمبل تي جي ايه قصدي؟ هو عيان تي جي اللي ما عندوش حاجه تانية غير الحاجات الطبيعيه اللي كل البني ادمين بتولدوا بيها. فاهمين؟ هو البني ادمين الطبيعيين بتولدوا بايه؟ بيبقى عندهم بي اف او بتقفل وعندهم بي دي او بتقفل صح؟ ولما بنقول على عيان سيمبل تي جي اي هو ده عيان تي جي اي بس قد يبقى معاه واحد من دول او الاثنين. اكشلي هو محتاج يبقى معاهم علشان يعرف يعيش. انما حاجه زي تلت العيانين بيبقى معاهم في اس دي. 10% من العيانين مع الفي اس دي كمان معاه الفي تيوب ستراكشر، ونسبه اقل معاهم الفي تيوب ستراكشر من غير في اس دي. اوكي، فالخلاصه انه الحاجات المشهوره اللي الواحد بيعوز يعرف هو عيان تي جي اي هي معاه ولا لا، هو معاه في اس دي ولا لا، هو معاه الفي تيوب ستراكشر ولا لا، يفهم يبقى معاه اسوشيشنز غيرهم. انما هي دي اشهر الحاجات وبتفرق جامد في البرزنتيشن وفي المانجمنت. كويس، فتعالوا نعدي سريعا كده على شكل نورمال ونبقى عارفين التي جي اي يفرق ايه عن النورمال. احنا دلوقتي عاملين ازاي؟ واخدين كات سكشن في القلب على الليفل بتاع الفالفز، وبعدين باصين من فوق وشايلين الاتريا والجريد فيست. اوكي، فاحنا كده انتيريور كده بوستيريور كده رايت وكده ليفت، واحنا باصين من فوق واحنا شايفين انه الاورتيك فالف واخد سنترال بوزيشن في القلب وفي اورتو ميتري كونتينيتي صح، يعني الليفت فنتركل يعني ده داخل الليفت فنتركل وده خارجته، يبقى ده الانلت وده الاوت بتاع الليفت فنتركل. واللي بيفرق بينهم هو الانتي ميتري ليفت اللي هو ده، انما الانتي ميتري ليفت ده مكمل كده بفايبرس كونتينيتي لحد ما يمسك في الاورتيك فالف. كويس، انما البلمونري فالف ما بيبقاش معاه فايبرس كونتينيتي مع حاجه وبيبقى قاعد على كونس صح، فهو قاعد على كون اوف ماسل تفصله عن بقيه الحاجات. بالامره في الرص ينفع نشيل البلمونري روت من غير ما نحتاج نعمل حاجه في الاورتيك روت صح، وبنعرف نشيل ده لوحده صح. كويس، انما الاورتيك فالف هو اكشلي ماسك في الميتر بالاورتو ميتر كونتينيتي. البني ادم الطبيعي الريليشن بتاعه الاورتيك فالف بالنسبه للبلمونري فالف او العكس، يعني البلمونري فالف بالنسبه للاورتيك فالف البني ادم الطبيعي قدام ولا وراه؟ قدامه كده انتيرير صح، يبقى انتيرير تو ذا ليفت ولا تو ذا رايت؟ تو ذا ليفت. يبقى البني ادم الطبيعي البلمونري فالف بتاعه بيبقى انتيرير وتو ذا ليفت اوف الاورتيك فالف. اوكي، انما هو حاجه ثانيه كمان، هو ده ال في ميدي اورت صح، في حين ده ار في ميدي بلمونري. هو في البني ادم الطبيعي ايه علاقه الاسندنج اورتا بالنسبه للبلمونري بايفيكيشن؟ مش بتكلم على ليفل فالفز، بتكلم على فوق شويه. الاسندنج اورتا يمين ولا شمال البلمونري بايفيكيشن؟ الاسندنج اورتا ناحيه يمين شويه صح؟ وانتيريور ولا بوستيريور؟ الاسندنج اورتا بالنسبه للبلمونري بايفيكيشن انتيريور صح؟ يبقى الاسندنج اورتا هو قدامه يمين البلمونري بايفيكيشن، انما الليفت فنتركل بالنسبه للرايت فنتركل، الليفت فنتركل بالنسبه للرايت فنتركل هو بوستيريور وشمال صح؟ يبقى الفنتركل البوستيريور وشمال عايز يروح للارتري اللي انتيريور ومين، في حين ان الرايت فنتركل اللي انتيريور ومين عايز يروح للبلمونري بايفيكيشن البوستيريور وشمال. اوكي، الاوت فلو تراكتس محتاجه تكروس بعضهم صح؟ هو ده ليفت فنتركل محتاج يروح اسندنج اورتا، ده رايت فنتركل محتاج يروح بالمونري، فهم اكشلي محتاج يكروس بعضهم. الكروسنج ده بيحصل عند ليفل بتاع الفالفز الال بي الاوت فلو تراكتس والفالفز. ف الفالفز على قد ما هم قريبين من بعض انما هم اكشلي مش على نفس اللونجينال اكسس، مش على نفس الاكسس. فهو الاسندنج اورتا عامل كده في حين البالمونري فالف عامل كده، فهما البالمونري فالف انتيريور تو ذا ليفت، انما كمان هما واحد فيهم بيربنديكولار على الثاني. لو انا في الطبيعي كده جبت صوره في الايكو
شورت اكسس هلاقي ان لحيه البلمونري هو اكشلي لونج اكسس. هي الصوره دي هي في النص شويه، فهم مش الاثنين شورت اكسس كده، هو واحد ناحيه كده ثاني ناحيه كده، فاهمين حاجه؟ ومن البني ادم الطبيعي لو جبت صوره لفالف منهم شورت اكسس بروبر، الثاني المفروض يبقى لونج اكسس، ما ينفعش يبقى شورت اكسس هو كمان، عشان هما مش فارق صح، هما كروسنج بعض. كويس. طيب لو في اورتيك روت طالع منه اثنين كرونريز، ومن الكرونري اللي هيروح ناحيه اليمين ده يمين العيان يسموه رايت كرونري، والكرونري اللي جاي ناحيه الشمال يبقى ليفت كرونري، ومن الساينس اللي طالع منه الرايت كرونري يقولوا عليه رايت كرونري ساينس، والتاني يبقى ليفت كرونري ساينس، والتالت اللي مالوش كرونري يبقى نون كرونري ساينس، صح؟ هما الاثنين كرونريز طالعين من الساينسز اللي ناحيه البلمونري ولا اللي مش ناحيه البلمونري؟ اللي ناحيه البلمونري، صح؟ فدلوقتي الاورتيك روت ده في ثلاثه ساينسز، ده رايت كرونري، ده ليفت كرونري، ده نون كرونري. الرايت والليفت كرونري ساينسز هما ناحيه البلمونري ولا بعيد عنه؟ ناحيته، هم يقولوا عليها فيسنج ساينسز، يعني دول الساينسز اللي فيسنج البلمونري روت. اوكي؟ ويبقى الاثنين كرونريز هما طالعين من الفيسنج ساينسز اللي هما رايت كرونري وليفت كرونري ساينسز. طيب ده منظر برضو نورمال. احنا هنا عاملين ايه؟ بصين من قدام، يبقى كده راس العيان كده رجله، هنا يمين وهنا شمال، احنا بصين من قدام شايلين الفري وول بتاع الرايت فنتركل، وبنقص على بنبص على الار دي كافيتي، ونلاقي ان الار دي كافيتي فاكرين كان ال في كان في اورتو ميترال كونتينيتي، صح؟ هنا مفيش علشان الترايكاسبيك بعيد عن البالمونري. بالاماره المسافه دي فاكرين قعدنا بقى زمان في الفي اس دي نقول ان هنا بيعدي ال في او تي والاورتيك فالف تقريبا في المكان ده، انما الخلاصه انه البالمونري ده بالمونري روت قاعد على كونس، يعني قاعد على كون اوف ماسل داير ان داير ماسل قاعد عليها البالمونري روت ده. اوكي؟ ومفيش كونتينيتي بين الترايكاسبيد والبالمونري. وهنا المنظر بتاع ال في او تي ماشي كده وال ار في او تي ماشي كده عشان الكروس بات. هو البريشر في الاورتا اكتر ولا في البالمونري؟ نعم؟ ليه؟ نعم؟ عشان السيستم الباسكولار ريزيستنس اعلى من المايه الباسكولار ريزيستنس ونفس كميه الدم اللي هم فاكرين. انظر صفحه الليفت رايت شانت زمان قوي. ماشي. قوم التشيمبر اللي فيه اللي مواجهه بريشر عالي يحصل فيها ايه؟ قوم الوول بتاعها هيبقى فك. التشيمبر اللي مواجهه بريشر قليل الوول بتاعها بيبقى ثاني، صح؟ فلو خدنا كات سكشن كده احنا دلوقتي ايه؟ واخدين كات سكشن في الاثنين فنتركلز وباصين من تحت، قوم ده لفت فنتركل باصين عليه من تحت، ده لفت فنتركل ده رايت فنتركل، ونلاقي ان الثيكنس بتاع الوول بتاع اللفت فنتركل اتخن بكتير من الرايت فنتركل، علشان هو ده مواجه سيستميك بريشر، وما علشان يعرف يزق دم جامد هو محتاج يعمل ماسل جامده علشان يزق مثلا وهكذا. اوكي؟ قوم يبقى الوول ثيكنس بتاع اللفت فنتركل اكتر بكتير من الرايت فنتركل. هو في السيستول البريشر هنا اعلى ولا هنا في الليفت؟ قوم السبتم اللي في النص يتزق ناحيه انهي فيهم؟ قوم في الطبيعي في السبتم هيبقى الكيرف بتاعه ناحيه الرايت فنتركل عشان البريشر هنا زود. كويس؟ يبقى ده كله في البرنامج الطبيعي. احنا طبعا مش في الحته دي بس عشان الحاجات دي كلها مختلفه جامد في التي جي. طيب تعالوا نبص على عيان تي جي. احنا هنا باصين ازاي؟ ده تشيست بتاع عيان مفتوح في العمليات، فاحنا باصين من قدام، فهو كده راس العيان كده رجله، هنا يمين هنا شمال، احنا باصين من قدام. قوم ده رايت فنتركل المفروض كان يطلع منه بالمونري ويمشي كده يكروس التاني، هو اكشلي طالع منه اورطة بالاماره في كرونري زي طالع منه. اوكي؟ الليفت فنتركل ورا، مش الليفت فنتركل بوستيرو ده ليفت، طالع منه الارتري اللي ورا ده اللي هو احنا مش شايفين دلوقتي بس انتوا هتصدقوني لما اقول لكم ان هو ده ارتري بيبايفركيت علشان يبقى بالمونري. اوكي؟ هو ده دلوقتي ار في مدي اورطة و ال في مدي بالمونري، يبقى في اي كونكوردنت ولا ديسكوردنت؟ ديسكوردنت، صح؟ يبقى في اي ديسكوردنت. قوم ده كده اسمه دي تي جي، الاورطه بتاعه انتيريور وهنا هو تو ذا رايت
عن البلمونري اللي هو بوستيرور تو ذا ليفت. فاكرين البني ادم الطبيعي كان البلمونري هو اللي بقى انتيرير، فهنا الاورطه بتاعه انتيرير تو ذا رايت. هو الار في كان انتيرير تو ذا رايت، البلمونري بايفركيشن اللي هو كان المفروض يروح لها هي بوستيرور تو ذا ليفت، ال في بوستيرور تو ذا ليفت كان عايز يروح الاسندنج اورطه اللي هي انتيرير تو ذا رايت، ده في البني ادم الطبيعي، فعشان كده بيكروس بعض. طب تخيلوا بقى لو الار في اللي هو انتيرير تو ذا رايت راح للارتري اللي انتيرير تو ذا رايت، والال في اللي هو بوستيرور تو ذا ليفت راح للبلمونري بايفركيشن اللي هو بوستيرور تو ذا ليفت، الروتس مش محتاجه تكروس بعض صح؟ فهو اكشلي عنده الاثنين جريت فيسلز بارلل. فلو انا جبت واحد فيهم لونج اكسس الثاني هيطلع لونج اكسس برضه، لو جبت واحد فيهم شورت اكسس هيطلع الثاني شورت اكسس. ودي واحده من الحاجات اللي بتلفت نظرنا جدا في عين تي جي اي وحد بيعمل ايكو، انه الاثنين فيسلز بارلل، الاثنين روتس كمان بارلل، الفيسلز بيجوا شورت اكسس مع بعض او لونج اكسس مع بعض. دي حاجه لازم تلفت نظرنا ان العيان ده في الغالب اغلب احتمال ان هو عنده تي جي. اوكي طيب تعالوا نشوف شويه حاجات بقى. ده عيان عنده تي جي انت فنتريكولار سيبتم، فاكرين كنا قلنا عليه سيمبل تي جي كويس. احنا دلوقتي عاملين ايه؟ صوره شبه شويه خيال. اوكي صوره شبه شويه الصوره دي، احنا عاملين ايه؟ فاتحين الفري وول بتاع الرايت فنتريكل وبصين على الار في كافيتي، ومدات ريكاستد فالف كان المفروض يطلع منه بالمونري، هو اكشلي طالع منه اورطه، في اورطه طالعه اهو فوق بقى ارش، وفي كورونري زي اوكي، انما ستيل ما فيش كونتينيتي بين الترايكاستد والاورطه، هو ده اورطه طالع من الار في فقاعد على كونس شبه اللي كان البالمونري المفروض يبقى. اوكي بصينا على السبتم واحنا مش شايفين دي اس دي. تعالوا بقى نبص على نفس العيان ده على ال في بتاعه. فلما جينا نبص على الليفت فنتريكل بتاعه احنا دلوقتي بصين الناحيه الثانيه، ف ال في بايسكتد كده، فاحنا فاتحين ال في وبصين على الكافيتي، فهنا ميترال ده السبتم وفكده الايبكس وكده الاوت فلو بتاع ال في. الاوت فلو بتاع ال في ده ميدي ارتري مش ميدي كرونريز، ومقسوم بيبايفركيت علشان يخش اللانس، قوم يبقى ده بالمونري ارتري. واخدين بالنا انه الميترال فالف مكمل لحد ما بقى بالمونري، البالمونري هنا مش قاعد على كونس. اوكي فهو في بالمونري ميترال كونتينيتي اللي كان شبه المفروض تبقى اورتو ميترال كونتينيتي. تمام حاجه ماشي، ده نفس المنظر بقى، احنا هنا بصينا على الرايت فنتريكل برضو، برضو ده تريكاسبيد ده ار في مدي اورطه قاعد على كونس، انما هنا شايفين في اس دي كبير، قوم ده عيان عنده تي جي اي في اس دي. يعني ايه تفصل بينج؟ يعني ايه تفصل بينج؟ دور سبب مايك في اس دي علاقته في الموضوع ده صح؟ ايوه صح يؤسفني انا اقول الاجابه صح. ايوه معلش يا استاذ الدكتور صعب تعالي ما اقولش ان الاجابه صح. ايوه صح ايوه صح يؤسفني اقول انه التوسك بينج ده هو المرض اللي لما يبقى عيان عنده دبل اوتلت رايت فنتركل سبب مايك في اس دي. علاقة الموضوع ده درس تي جي دخل في درس غلط. ابن عمه جدا فاكرين تي جي في اس دي، تي جي في اس دي هو عين اللي عنده تي جي في اس دي ده دم بيمشي ازاي بيروح فين؟ دم دي اوكسجينيتد بيمشي من الاس بي سي للاي بي سي يروح رايت اتريوم رايت فنتركل اورت كويس. الدم الاوكسجينيتد بالمونري فينز ليفت اتريوم ليف فنتركل بالمونر. اوكي عنده في اس دي كبيره، ولما يبقى في اس دي كبيره البالمونري فلو يزيد ولا يقل؟ نعم البالمونري فلو هو لو في اس دي الدم بيمشي من البريشر العالي والبريشر الواطي ولا العكس؟ هيدي مش البريشر العالي البريشر الواطي. البريشر العالي اللي هو فين؟ اللي هو ناحيه الاورطه اللي هو ار في صح؟ والدم يمشي من الار في للال في يروح بالمونري، والبالمونري فلو يزيد والبالمونري بريشر يبقى ايه؟
يبقى عالي. انما الدم اللي بيروح اورطه هو معظمه اوكسجينيتد ولا معظمه دي اوكسجينيتد؟ معظمه دي اوكسجينيتد صح؟ يبقى ده العيان التي جي اي في اس دي هو عيان عنده اي في كونكوردنس دي اي ديسكوردنس، الدم دي اوكسجينيتد بيروح اورطه، عنده في اس دي كبيره مخليه البلمونري فلو عالي والبلمونري بريشر عالي. موافقين على الكلام ده؟ ده درس غيره بقى خالص. تعالوا اقول لكم على عيان غيره. عيان عنده دبل اوتلت رايت فنتركل. دبل اوتلت رايت فنتركل ده انتيتي كبيره وفيها فرايتيز مختلفه واحنا بنشرحه في مره كامله لوحدها. انا بس يعني جايب يعني معلومه صغيره من الدرس التاني، انما هو ريليفنت قوي عندنا. هو ده عيان عنده الاورطه والبلمونري الاثنين معظمهم طالعين من الرايت فنتركل. يعني الاورطه طالع كله من الرايت فنتركل، البلمونري اكتر من نصه طالع من الرايت فنتركل. احنا دلوقتي واخدين كات سكشن شبه شويه بتاعه الفايف تشامبر فيو كده بتاعه الايكو. فده ترايكاسبيد، ده ار في بكادو جريت فيسلز، ده ال في واللي هناك ده كان مايتر. الاورطه كله طالع من الار في، واتليست نص البلمونري طالع من الار في. لو عملنا كده هنلاقي انه اتليست نص البلمونري طالع من الار في. كويس. وفي حاجه اسمها ستريمينج، انا دلوقتي مش بشرح الدور ها، وهنقوله ساعتها. الستريمينج ده معناه ايه؟ يعني الدم بتاع ال في هو دخله دم اوكسجينيتد من المايترال. اما ال في ده لما يكونتراكت بسرعه جدا الدم يطلع بسرعه ما يلاقيش غير في اس دي، يطلع يلاقي دم نفسه معظمه في البلمونري صح؟ ومن الدم الاوكسجينيتد اللي جاي من اللنج معظمه راح البلمونري. في حين انه الدم الدي اوكسجينيتد اللي جاي من الاس بي سي اي بي سي رايت اتريوم رايت فنتركل معظمه هيروح اورطه، في شويه مش بطاله هيروح في المونري، انه معظمه هيروح اورطه. اوكي. هو ده عن دور سوبر مونري بي اس دي صح؟ انما هو اي في كونكوردنت ولا الاي في ديسكوردنس؟ يعني ال في معظمه بيروح فين؟ في المونري مش اورطه صح؟ الجريد فيسلز هنا حاجه اسمها مالبوز بالعكس. في حين ان دم الار في معظمه بيروح اورطه. هو الدم اللي بيروح اورطه ده اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ هو البلمونري فلو عالي ولا واطي؟ البلمونري بريشر عالي ولا واطي؟ هو شبه قوي تي جي في اس دي صح؟ هم ولاد عم جدا. هو الصراحه يعني لو ده كان كده كان بقى تي جي في اس دي. فاهمين حاجه؟ بس الديجري اوف اوفر رايدنج بتاع البلمونري ارتري. يبقى العين اللي عنده حاجه اسمها توسج مين انومالي اللي يقولوا عليها دور في سوبر مايند بي اس دي اللي هي عاده بيبقى معاها مالبوز جريد فيسلز. البرزنتيشن والفسيولوجي والمانجمنت بتاع العين ده شبه قوي التي جي بي اس دي. طب ليه بنقوله لوحده؟ طب ما نقول عليه تي جي بي اس دي وخلاص ولاد عم يعني ما جراش حاجه. عشان هما الصراحه مش بالظبط زي بعض، هما مختلفين شويه. ومعيان التوسج مين ده احيانا كتير قوي يبقى الاورطه والبلمونري يبقوا عاده سايد باي سايد، ينفع يبقوا انترو بوستيرير. انما فاكرين التي جي ايه؟ قلنا اغلبهم بيبقى الاورطه انتيرير والبلمونري بوستيرير صح؟ دول احيانا كتير جدا الجريت فيسلز يبقوا سايد باي سايد شبه العين ده، يبقوا جنب بعض شويتين. اوكي؟ عنده عاده وحشه كده انه الكرونريز اللي طالعه من الاورطه احيانا تبقى بتاخد باترنز ابنورمال شويتين، يعني مش شبه التي جي اي قوي، يعني تمشي في الوول شويه يسموها انتراميورال. هنتكلم عن كرونريز كمان شويه. اوكي. ومن الكرونري باترنز بتوعه عاده بيبقوا ابنورمال، او الانسنس بتاع الابنورمال كرونري باترنز هنا اعلى بكتير من تي جي بي اس دي. دلوقتي الكونال سيبتم ده اللي راح كده احيانا يخلي الدم اللي يروح اورطه يقل شويه، ومن الدم اللي يكمل في بقيه الاورطه يقل شويه، ومن القرش بتاع الاورطه ما يكبرش كفايه عشان هو معظم الدم اسهل له يروح بالمونر، والدم اللي بيروح اورطه ممكن يبقى عنده اوبستراكشن سنه. ويبقى كمان برضو عنده عاده وحشه كده انه بيبقى في كومن اسوشيشن بينه وبين الهايبلاستيك اورتيك ارش. اوكي. يبقى تاني عيان التوسج بينج هو عيان عنده انسيدنس اعلى انه يبقى جريد فيسل سايد باي سايد، انه يبقى في كرونري انوماليز،
انه عنده هايبراستيك اورتيك ارش، فضلا عن ان عمليته تكنيكالي اصعب. قفل الفي اس دي اكيد اصعب، ولو هيعمل ارتيريال سويتش وبالتالي كرونرز دي هتضايقنا فهو هيبقى اصعب، ولو سايد باي سايد بريد فيسلز اجنب اصعب. اوكي، فالخلاصه ان هو ابن عم قوي تي جي اي في اس دي، بس مش هو مختلف شويه. كويس. طيب احنا دلوقتي يبقى اتكلمنا على تي جي انتكسبتم وقلنا الاناتومي بتاعه وشكله عامل ازاي وكده، والتي جي اي في اس دي وابن عمه التوسك بينج. اوكي، دلوقتي هنرجع نكمل كلامنا عن التي جي اي، وقلنا انه في اسوشيشن مشهور ب ال في او تي اوبستراكشن. فانا عنده ال في او تي اوبستراكشن يبقى انهي جريد فيسل ضيق؟ بالمونري. اوكي، ولو في حد قال تي جي اي ال في او تي اوبستراكشن هو قصده تي جي بي اس. اوكي، ينفع بقى يبقى ال في او تي اوبستراكشن ده اي حاجه، يعني ينفع يبقى الفالف صغير يبقى ضيق، الفالف كبير انما الكاسب فيوزد يبقى ضيق، انما كمان ينفع يبقى سب فالفولر. سب فالفولر بان الكونال سيبتم ديفييتد فضيقه، او انه حصل فيه اكسسوري تيشز من الميترال ضيقته، او الميترال راح مسك في السيبتم فقام ضيقه، او يبقى حاجه اسمها دايناميك اوبستراكشن هنتكلم عليها جامد المره الجايه ان شاء الله. اوكي، فينفع يبقى حاجات كتير تتسبب في انه السكه من ال في للبلمونري تبقى ضيقه، ايذر فالفولر او سب فالفولر، ايذر فيكست او دايناميك. فده منظر، ده بالمونري فالف، ده ميترال فالف، ده اكسسوري تيشو طالع من الميترال قاعد في ال في او تي، فلو الدم معدي كده ده هيبقى ضيق. كويس، فاكرين لما اتكلمنا على، احاول يعني اقول الموضوع بسرعه، فاكرين لما اتكلمنا على الكرونريز بتوع البني ادم النورمال، عنده رايت كرونري ليفت كرونري، وهما الاثنين طبعين من الرايت كرونري ساينس ليفت كرونري ساينس اللي هما فيسنج البلمونري ارتر. هو لو في عيال تي جي اي الكرونريز بتوعه بقى هيبقوا عاملين ازاي؟ في تي جي اي هيبقوا مقلوبين صح؟ هيبقى الاورطه هنا، ومساعدة هيطلع واحد كرونري وواحد كرونري. طب لو كانوا جنب بعض، وساعتها نسميهم رايت وليفت عادي. طب لو كانوا جنب بعض هنسميه رايت وليفت ازاي؟ فاهمين حاجة؟ يعني المنظر بقى عامل كده، لو ده بالمونري ارتري وبعدين هنفترض ان ده الاورطة، واحنا هنا عاملين ازاي؟ احنا واخدين كات سكشن في الاثنين روتس وبصين من فوق، ويبقى ده الاورطه انتيريور تو ذا رايت، وده البلمونري بوستيريور تو ذا ليفت. طبعا في الاشعاعات يعني الايكو في السي تي هيبقى كاننا بنبص من تحت، فهتبقى معكوس شويه. الخلاصه يعني انه هو ممكن يبقى عامل كده، بس هو ممكن كمان يبقى انترو بوستيريور دايركتلي، او ممكن يبقى سايد باي سايد على اليمين او على الشمال. فيري ريلي ينفع يبقى كمان الاورطه لورا، ومساعتها هنسمي كرونريز دول عاملين ازاي؟ فبطلنا نلخبط انه هو ده رايت ساينس وليفت ساينس، علشان هو لما هنا كان ده ناحيه الرايت وده ناحيه الليفت، انما لما بقى هنا نفس الكرونري ده بقى طالع من ده ناحيه الرايت وده ناحيه الليفت، فاهمين حاجه؟ فبطلنا نسمي رايت وليفت ساينسز بتاع الاورطه، ما بنقولش بقى رايت كرونري ساينس وليفت كرونري ساينس ورايت كرونري ساينس، عشان بتبقى ملخبطه، هي قدام وورا ويمين وشمال وحاجات كده، فبنسميهم فيسنج ساينس. فلو انا قاعد جوه الاورطه باصص ناحيه البلمونري، الساينس اللي على يميني اللي على ايدي انا اليمين مش مين العيان، وانا قاعد جوه الاورطه باصص ناحيه البلمونري اللي على ايدي اليمين هنسميه ساينس 1 والثاني ساينس 2. كويس، وساعتها بقى نسمي كده ان ساينس 1 ده طالع منه انهي كرونري، وساينس 2 ده طالع منه انهي كرونري، عشان هو ممكن يبقوا فاريبل جامد. ومؤشر اشهر كونفيجريشن هو المنظر اللي عامل كده، احنا دلوقتي قاطعين الاثنين جريد فيسلز بصين من فوق، ده اورطه ده بالمونري، الاورطه انتيريور تو ذا رايت والمونري تو ذا ليفت. اما لو انا قاعد جوه الاورطه بص ناحيه البالمونري اللي على ايدي اليمين ده هسميه ساينس 1، واللي على ايدي الشمال هيبقى ساينس 2، ويبقى ده اشهر كونفيجريشن اللي هو ساينس 1 يطلع منه ال دي وسيركمفلكس، وساينس 2 يطلع منه رايت كرون. هو انا ليه ما بقولش بيطلع منه رايت مين وليفت مين، رايت كرونري وليفت مين؟ علشان هو احيانا كتير السيركمفلكس ما يطلعش مع ال دي،
نقوم بنقول الثلاثه كورونريز كل واحد طالع منين. واحده من اشهر التقسيمات واكشلي اقدمها التقسيمه بتاعت بروفيسور يعقوب لما وصفها في السبعينات، قام قال انه اشهر كونفيجريشن اللي هو تايب A اللي هو كان ال LED والسيركمفلكس طالعين ساينس 1 وساينس 2 ميدي رايت كورونري. تاني اشهر كونفيجريشن هو تايب D لما يبقى السيركمفلكس بدل ما يطلع مع ال LED يطلع مع الرايت، بيبقى ساينس 2 يدي رايت كورونري والسيركمفلكس وساينس 1 يدي ال LED لوحده. اوكي، وفي حاجات تانية، في ينفع انه يبقى سنجل كورونري، ينفع يبقى ماشي شويه جوه الوول بيقول عليها انترميورال وهكذا. الحاجات دي ليها امبليكيشنز جامده في عمليه الارتيريا سويتش. ومده اشهر كونفجريشن اللي هو تقريبا في تلتين العيانين، ساينس 1 يدي ال دي سيركمفلكس وساينس 2 يدي الرايت. وده تاني اشهر اللي هو حاجه زي 15% ان السيركمفلكس بدل ما يطلع من هنا يطلع مع الرايت ويلف حوالين الكلمون الوت. كويس؟ وانا لا اخفيكم سرا انه في عمليه الارتيريا سويتش دي احنا بنترانسكت الاثنين جريت فيسلز الاورطه والبلمونري، وبعدين ناخد الكرونري من الروت ده نروح نحطه في الروت الثاني. ام لو انا بص من بره لقيت في كرونري طالع من الوول هنا، فهقول ده كويس لو هو طالع من ساينس 1. وبعدين جيت اقص الساينس ده علشان هو في كرونري، ام طلع الكرونري مش طالع من هنا، هو اكشلي فضل ماشي 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 جوه الوول، مشي ورا الكوميشر بتاع الكسب وطلع من الساينس الثاني، وانا اكشلي ممكن اقصه صح؟ يعني ايه انتراميورال كرونري؟ انتراميورال كرونري يعني كرونري ماشي جوه الوول بتاع الاورطه مش جوه المصل بتاع الفنتركل. اوكي، عشان دي حاجه بتلخبط الناس. انتراميورال كرونري يعني كرونري ماشي جوه الوول بتاع الاورطه، ده بيعرضوا الريسك مش قليل ديورنج العمليه ان الناس تقص اكروس ات، عشان هو مش طبيعي ان الكرونري يبقى ماشي جوه الوول، فلو واحد بيقص الوول ممكن يلاقي نفسه قص الكرونري، مش بنبسط قوي لما نقص الكرونري. ماشي، فده منظر تي جي اي. احنا دلوقتي واخدين برده كات سكشن، فاكرين شايلين الاثيا والجريد فيسلز، وباصين من فوق فده الاورطه انتي تو ذا رايت، ده فالمونري بروسيد تو ذا ليفت، وطلع اثنين كرونريز، وده مدي ال دي سيركمفلكس وده مدي الرايت. حصل الف خير عند تي جي، حصل ايه بقى؟ انتوا معايا ومحدش فاهم، اتفقنا ان تي جي ده مرض، واحد من اشهر السينوت كار ديزيز، في اسوشيشن كبيره بين التي جي اي والفي اس دي والالف اي ستراكشر، واتفقنا على الانسنس بتاعتهم والانج ستراكشر ده ينفع يحصل بايه، وفي اهميه معينه كده للكرونريز، ويعني عدينا عليها مش محتاجين نقول اكتر من كده. وهو لو في عيان عنده اس في سي اي بي سي رايح لرايت اتريوم رايت فنتركل اورطه، الدم دي اوكسجينيتد بيرجع يروح اورطه، والدم الاوكسجينيتد اللي هو بالمونري فينز ليفت اتريوم ليفت فنتركل بالمونري. دلوقتي العيان ده عنده كام سيركيليشن؟ اثنين زي اي حد، يعني عنده اورتك عنده سيستميك سيركيليشن وبالمونري سيركيليشن. انما هو اللي مختلف هنا قوي ان البالمونري فينس ريتيرن بيروح بالمونري ارتري، في حين ان السيستميك فينس ريتيرن بيروح سيستميك ارتريز. هو دلوقتي الاثنين سيركيليشنز هنا ماشيين بارلل ولا ماشيين ان سيريز؟ هو البني ادم الطبيعي ماشي ماشي اجاوب صح الإجابة صح عشان بس تزعل، ماشي الإجابة صح. إنما والبني آدم الطبيعي السيركيليشنز بتاعته ان بارلل ولا ان سيريز؟ ان سيريز. يعني ايه ان سيريز؟ يعني الدم بتاع السيستميك محتاج يروح بالمونري وبعد كده يرجع علشان يعرف يروح سيستميك، وبعد كده يروح بالمونري وبعد كده سيستميك وبعد كده بالمونري وبعد كده فاهمين؟ ولو احنا قطعنا السيركيليشن دي في حته الاثنين سيركيليشنز هيقفوا، ما هم كلهم طابور طويل قوي صح؟ بس جاي من السيستميك فينز البلمونري ارتري، بلمونري فينز سيستميك ارتري، سيستميك فينز بلمونري ارتري، بلمونري فينز سيستميك ارتري وهكذا. هنا عنده اثنين سيركيليشنز انما هم الصراحه سيبريت، يعني اس في سي اي في سي رايح سيستميك، بلمونري فينز رايح بلمونري، وعنده تو سيبريت سيركيليشنز صح؟
يبقى ماشيين ان بارلل. يعني لو واحده فيهم وقفناها الثانيه هتفضل ماشيه لحد ما تخلص، يعني لحد ما يعني لو قفلنا البلمونري سيركيليشن خالص هو الثانيه هتفضل تمشي لحد ما الاكسجين يخلص خالص، وبعد كده خلاص البني ادم يبطل. فاهمين؟ ام هو دي سيركيليشن انكومباتبل درايف صح، عشان هو ما هو اول مره السيستم فينز دي هتبقى جايه بساتوريشن 60 وبعد كده تروح ترجع بساتوريشن 20 وبعد كده المره اللي بعدها ترجع بساتوريشن مفيش وما يعيش خلاص. يعني يعني ما ينفعش بقى انا بفضل عايش كده. هم علشان يقدر يسستين لايف بشكل ده هو محتاج شويه من الاكسجين يروح على شويه من اللي من غير اكسجين، ومش في شويه اكسجين تعرف تروح سيستمك. اوكي، علشان هذه النوعيه من السيركيليشن تنفع تسستين لايف لحد ما البني ادم العيان يجي بريزنت ويجي يكشف عندنا في العياده وكده، هو محتاج شويه اكسجين يبقى بيروح اورطه. عشان الاكسجين يروح اورطه محتاج شويه ميكسين، والدم الاكسجينيتد يتلخبط شويه مع الدي اكسجين. ايه الليفلز بتاع الميكسنج اللي ينفع تحصل في بني ادم؟ نعم، انا مش بتكلم على اسامي امراض، انا بتكلم على ليفلز. على الليفل بتاع الاتريوم او الليفل بتاع الفنتريكل او الليفل بتاع البلد فيسلز، وبيبقى عيان عنده كوميونيكيشن بين الاثنين اتريوم يبقى اسمه اس دي، او بين الاثنين فنتريكلز يبقى اسمه في اس دي، او بين الاثنين جريد فيسلز يبقى اسمه بي دي اي او حاجه ثانيه. فاهمين؟ ام يبقى محتاج العيان علشان يسرفايف يبقى عنده كوميونيكيشن اكروس حاجه او اكتر من الثلاث حاجات دول. ايه من دول موجودين عند البني ادم الطبيعي اول ما يتولد؟ بيبقى عنده بي دي اي، والبي دي اي بعد ما بعد الولاده بيحصل فيها ايه؟ بتقفل بالاكسجين بقى وشويه حاجات. طيب وعنده ايه تاني؟ بي اف او، البني ادم الطبيعي عنده بيتنت فورام اوفال، وبرده لما البريشر في الاتريوم يعلى شويه بيقفل. البني ادم الطبيعي ما بيبقاش عنده بي اس دي بس. وبيبقى علشان البني ادمين دول يسرفايف ويجوا لنا محتاج عنده وصله او اكتر من هذه الوصلات. وبيبقى العيان ده عنده اثنين بارالل سيركيليشنز ان كومباريزن للانسيريس سيركيليشنز اللي بقى موجوده في في الموديل الطبيعي، وده يتسبب انه العيان ده يبقى عنده سيانوزس. دلوقتي لو كان عنده في اس دي هو البلمونري فلو بتاعه كتير ولا قليل؟ كتير. موافقين؟ وبيبقى ممكن يبقى عنده في اس دي او بي دي اي، وده يتسبب لان يجيله هاي بلمونري فلو هاي بلمونري هايبرتنشن. هو دلوقتي عنده هاي بلمونري فلو صح؟ هو البني ادم ده بقى الساتوريشن بتاعه هيبقى كام؟ يعني هيبقى سيانوتك ولا ايه سيانوتك؟ هيبقى سيانوتك برضه. عنده هاي بلمونري فلو ويفضل سيانوتك. ليه سيانوتك؟ عشان معظم الدي اوكسجينيت برضه يروح اورطه صح؟ في فرق مهم هنا، في ده دي شفت ضخمه في طريقه التفكير. البني ادم علشان يبقى ازرق محتاج دم دي اوكسجينيت يروح اورطه صح؟ صح؟ يعني في سببين لان البني ادم يبقى عنده دم دي اوكسجينيت بيروح اورطه. ايه السببين؟ سبب ان يبقى عنده parallel circulation شبه كده. ايه السبب التاني؟ انه بيشنط right to left شبه الفلو اللي خدناه المره اللي فاتت صح؟ هو العين الفلو ده عنده ايه؟ عنده low pulmonary flow صح؟ البلمونري فلو بتاعه قليل بس عنده سكه تسمح ان الدم الدي اوكسجينيت ده يعدي يروح الناحيه الثانيه يروح اورطه صح؟ ومن العيان ينفع يزرق لو عنده low pulmonary flow مع right to left shunt، او لو عنده parallel circulations حتى لو ما كانش عنده low pulmonary flow. فاهمين حاجه؟ العيان ده ما عندوش low pulmonary flow انما هو ازرق جدا. هو ازرق مش علشان ال pulmonary flow بتاعه قليل. فاهمين حاجه؟ العيان ده مش علاجه ان انا ازود له pulmonary flow، علشان هو لو زاد pulmonary flow هو مش بيحل مشكلته. هو بيحل مشكلته انه المشكله في البارالل سيركيليشنز ان مفيش ميكسنج، هو ده اللي اتحل مش ان انا ازود البلمونري فلو. اوكي، دي معلومه مهمه ورهيبه. اوكي، يبقى العيانين بتوع التي جي اي بيبقى عندهم بارالل سيركيليشنز، وده يتسبب ان بالضروره عندهم سيانوزس. يعني التي جي اي لازم يبقى عنده سيانوزس حتى لو البلمونري فلو بتاعه كتير. علشان يسستين لايف هو محتاج واحده من ثلاث وصلات، اثنين منهم بيعملوا بلمونري هايبرتنشن اللي هي الفي اس دي والبي دي اي، ودول بيخلوا هايبرمونري فلو ويجي له بلمونري هايبرتنشن.
الحاجه الثالثه بقى هو البريشر في الاورتا اعلى ولا البلمونري؟ البريشر في العيان ده البريشر في الاورتا اعلى ولا البريشر في البلمونري؟ البلمونري ليه؟ عشان طالع من ال في. لا طبعا لا طبعا غلط اي غلط انا فخور قوي مبسوط قوي دلوقتي غلط على فكره غلط ليه هو ايوه بالظبط في حد قال لي من شويه هو عشان كده السؤال هو البريشر في الاورطه البني ادم الطبيعي ليه البريشر في الاورطه اعلى من البلمونري عشان السيستميك باسكولار ريزيستنس اعلى من البلمونري باسكولار ريزيستنس فانت لو هتودي نفس كميه الدم في كميه دم 5 لتر عايز اتعدي في ريزيستنس عالية محتاج الفنتريكل يزق جامد علشان الدم يعرف يعدي نفس كمية الدم نفس 5 لتر محتاج تعدي في ريزيستنس قليلة الفنتريكل جيده زقة صغيرة كده قام كل دم عدى فهو محتاجش يعلي البريشر صح؟ قوم يبقى البريشر هو باي برودكت للفلو ريزيستنس كويس؟ هو الرول المشهور بتاع الفلو بيساوي البريشر على ريزيستنس البريشر ده باي برودكت الفلو هي كميه الدم اللي داخله والريزيستنس دي حاجه يعني انهيرنت في السيركيليشن صح قوم يبقى العيان ده الاورت بريشر هيبقى اعلى ولا البلمونري بريشر يبقى البريشر في الاورطه عالي ريجاردلس هو طالع من ال في ولا ال في ولا الار في فاهمين يعني مش ال في هو اللي مخلي البريشر عالي هو بما ان ال في في البني ادم الطبيعي بيزق اجينست الاورطه اللي في ريزيستنس عاليه اضطر يعمل بريشر عالي علشان يعرف يعدي الدم ده اما ال في بقى فك هي كل الحاجات دي ينفع تحصل في الار في عادي عادي هو ده ار في هيواجه ريزيستنس عاليه قام هو محتاج يجنريت بريشر عالي قام الول بتاعه يدخل عادي ال في بيزق اجينست ريزيستنس قليله فكميه الدم هتعدي بسهوله قام هو مش محتاج يجنريت بريشر عالي قام البريشر اللي في ال في هيبقى قليل قد البلمونري بريشر اللي هو قليل قام البني ادم اللي بيتمرن بيروح الجيم بيطلع له عضلات البني ادم اللي بيبطل يتمرن عضلاته بتروح ومن العيانين دول ال في بتاعهم الوول ثيكنس بتاعته بتقل جدا بيبقى رفيع خالص شبه البني ادم الطبيعي الار في فاهمين حاجه قام يبقى دي برضو معلومه مهمه قوي العيانين دول ال في بتاعهم الوول ثيكنس بيقل قوي قام يبقى ال في يقولوا عليه دي كونديشن يعني يبطل يبقى كونديشن يبطل يبقى متمرن الكلام ده بيحصل اول ما البني ادم يتولد لا ليه عشان طبعا هايبرتنشن اوف ذا نيو بورن كل البني ادمين مولودين اصلا بالبي بريشر بتاعهم عالي شويه عشان كمان الفاسكولار ريزيستنس هي بتقل قوي مع الولاده انما بتفضل عاليه شويه عند الادلت ليفل وبتاخد لها حاجه زي شهرين لحد ما تنزل خالص اوكي وفي الاول مع الولاده بيبقى ال في وول ثيكنس بتبقى كويسه شويه شبه الار في وتدريجيا اول ما الفورمال فاسكولار ريزيستنس دي تقل قام هي بطل يتمرن قام يبقى دي كونديشن فدول ثلاث نقط مهمين هنتكلم جامد عليهم المره الجايه ان شاء الله في في اختيار المانجمنت العيانين دول عندهم بارالل سيركيوليشنز فهم بالضروره سيناتك جزء مش قليل منهم عندهم هاي بالمونري فلو ببالمونري هايبرتنشن محتاجين نركز جامد على وضع ال في وهل هو كونديشن ولا دي كونديشن كويس هنعمل الايكو نجيب للدكتور اوكي الناتشرال هيستوري يعني لو في بني ادم عنده دي تي جي اي وما عملوش اي حاجه يا ترى هيحصل فيهم ايه 90% من العيانين التي جي اي انت كسبته هيموت في اول سنه ده رقم مهول من كل 10 تي جي اي هيتولدوا تي جي اي انت كسبته 9 هيموتوا اوبسلي لو ما حدش عمل لهم حاجه أوكي. علشان احنا اتفقنا ان الموديل دي بتاع السيركيليشن هي انكومباتبل وذ لايف هو بس عايش على البي اف او والبي دي اي فلما البي 4 تقفل زي الطبيعي ولما البي دي تقفل برضه زي الطبيعي هم عندهم هيموتوا فاللي بيكمل منهم هو اللي بالصدفه كان عنده
اس دي كبيره شويه وما قفلتش, او بي دي اي شويه كبيره شويه وقررت ما تقفلش, او بالصدفه عندهم سب سوت وميكسنج. اوكي دلوقتي بنتكلم على تي جي انت كسبت, ما عندهمش فيرز هم. يبقى العيانين التي جي انت كسبتهم هم اوحش عيانين, بيبريزنت ببروفوند ساينوزز وسيركيلاتوري كولابس, عشان بعد شويه صغيره مش هيبقى فيه اكسجين خالص في السيستم سيركيليشن بتاعهم بيموتوا. على عكس كده بقى عيان التي جي في اس دي هم بيبقوا لس سايناتيك, عشان عندهم مكان يحصل فيه ميكسنج اللي هو الفي اس دي, انما كمان البلمونري فلو بتاعهم كتير قوي 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 قوي, وكميه الدم اللي راجع عشان الاكسجين كتير جدا, فشويه منهم بتعرف تعدي الناحيه الثانيه عشان كميه الدم اللي راجع من اللنجز كتير قوي, فشويه بتعرف تعدي الناحيه الثانيه, وهم بيبقوا ليس سيناتيك. انما بيديفلوب بقى كونجستيف هارت فيلير ويديفلوب بالمونري ماسكولار ديزيز, يعني بينهم ايزنمنجر. اوكي عيانين التي جي اي في اس دي بيجي لهم ايزنمنجر اسرع بكتير من العيانين اللي عندهم نفس حجم الفي اس دي وما هماش تي جي اي. يعني ايه المعلومه دي؟ يعني لو في في اس دي 7 مللي في نيو بورن, وفي اس دي قدها بالظبط 7 مللي, نفس الحجم نفس التايب كل حاجه. اوكي في واحد فيهم تي جي اي والتاني مش تي جي اي, اللي منهم تي جي اي هيجي له ايزنمنجر اسرع بكتير من صاحبه التاني اللي مش تي جي اي. اوكي اسباب مختلفه لكده, انما هي دي فاكت احنا عارفينها. عيانين التي جي اي بيجي لهم بالمونري فاسكولار ديزيز اسرع بكتير من اللي ما عندهمش تي جي. يبقى تاني عيانين تي جي انت كسبتهم 90% منهم بيموتوا مع موت سنة, هم بيبرزنت بحاله وحشه جدا علشان ال lack of oxygen في السيستم سيركيليشن, في حين ان التي جي اي في اس دي بيبقوا لسه سيانوتيك بس بيديفلوب هارت فيلير فيموتوا بالهارت فيلير برضو. يعني مش لازم كلهم يستنوا لما يبقوا ايزمنجر, هم ممكن يموتوا ان انفانسي بالهارت فيلير بال chest infections وهارت فيلير, او يديفلوب بالمونري ماسكولار ديزيز, ودي حاجه بتديفلوب اسرع بكتير من غيرهم as early as من 6 ل 12 شهر, ده رقم بدري قوي عن البني ادم الطبيعي. اوكي متشكرين. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا يعني اي تي جي اللي احنا قصدين بيها دي تي جي اللي هو اي في كونكوردنس في اي ديسكوردنس, اتكلمنا انه ده مرض مشهور, ده الموست كومن يعني السكند موست كومن سيناتيك هارت ديزيز, نصهم بيبقى سيمبل تي جي يعني تي جي وما عندوش حاجه ثانيه غير بي فوق صغيره وبي صغيره مثلا, انما تلتهم بيبقى معاهم في اس دي, وفي شويه ثانيين بيبقى معاهم الفيتو اوبستراكشن. الفيتو اوبستراكشن دي قد تبقى فيكس او تبقى دايناميك, قد تبقى فالفولر قد تبقى سب فالفولر. وكلمنا على الكورونري تايبس بتوعهم واتفقنا انه حاجه زي تلتينهم بيبقى ال اي دي والسيركمفلكس طالعين من ساينس 1, في حين ان الرايت بيبقى طالع من ساينس 2. واتكلمنا سريعا كده على التوتال فيسيولوجي بتاعهم, وقلنا ان بالضروره العيانين دول عندهم سينوزس عشان عندهم بارال سيركيليشنز, شويه منهم مش قليلين بيبقوا عندهم هاي بالمونري فلو وبالمونري هايبرتنشن, واتفقنا انه فاكتور مهم في الحكم على العيانين دول هو السايز والوول تيكنس بتاعه ال في, وهو كونديشن ولا دي كونديشن. اتفقنا انه بيحصل له دي كونديشننج بسرعه بعد كام اسبوع, وانه العيانين تي جي انت كسبتهم هم دول ده مرض خطير قوي وبيموتوا اغلبهم بيموتوا, انما كمان اللي عندهم في اس دي ممكن يجيلهم هارت فيلير ويجيلهم ايزنمنجر والبلمونري فاسكولار ديزيز تحصل لهم بدري قوي عن العيانين التانيين نفس حجم الفي اس دي. حد عنده اي اسئله؟ اتفضل. هو حتى لو في مكان ينفع في ماكسيم الرايت شامبر دلوقتي والاورطه كده كده البريشر فيها عالي, يعني هيحصل الماكسيم ازاي من الاكسجينيت اللي فيه اكسجين؟ كنت عايز أخصي الحتة دي. بس حتى في الشعب أمكن لو في اس دي عشان بني حبة من الرايت للنفط مش من اللفط. هجاوبك إجابة يعني هنفترض ان احنا يعني مش هنخش في تفاصيل جامده, لو عايز تفاصيل جامده ممكن نقعد قاعده بعد ما نخلص, انما انا مش عايز الخبط الناس. انما تعال نفترض ان عنده في اس دي, هو البريشر في الاورطة اعلى ولا في البلمونري؟ في الاورطة. ومن البريشر في الار في اعلى ولا في ال في؟ في الار في. هو الار في بيشوف الاورطة في السيستول ولا في الدياستول؟ مش كده؟
في السيستول التريكاستل بيقفل والمايتر بيقفل، والار في يبقى كوميونيكيتنج مع الاورطه، والال في يبقى كوميونيكيتنج مع الكومانس. البريشر في السيستول في الار في اعلى من البريشر في السيستول في الال في. موافق على الكلام ده؟ كويس. ومن الدم هيمشي من الرايت فنتركل للليفت فنتركل. موافق؟ في السيستول. كويس. تعال نفترض ان احنا عندنا اثنين سيركيليشن سيبريت، ودلوقتي في وصله واحده، والوصله الواحده دي بتمشي الدم كل مره في اتجاه واحد. هيحصل ايه؟ هتخلص مش كده؟ ما ينفعش صح؟ هتخلص، ما كل الدم هيروح الناحيه الثانيه. ما ينفعش. وعشان كده في الدايستول الدم بيرجع العكس. قوم بيحصل عشان تمسك. الاجابه دي مش توتالي دقيقه، اوكي؟ هي شويه، انما هي مش غلط، انما هو في يعني عمق اكتر من كده بكتير، انما مش عايز اربط الناس اكتر من كده. فاهمين حاجه؟ المشكله الجامده يعني بقى التفكير في الاي اس دي الدم بيمشي ازاي، انما خلينا نقعد نتكلم بقى في الموضوع ده بعد ما نخلص. اوكي، حد عنده اسئله ثانيه؟ اتفضل. مثلا قوم يبقى الدم بريدومينانتلي بيمشي رايت تو ليفت، انما هو لازم الدم ده يرجع تاني، اذرايز الفيشن دي هيخلص، ما ينفعش تخلص. صح. شكرا، هناخد بريك وبعد كده دكتوره سهى بقى تكلمنا على الـ. شكرا.